طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نتحدث في هذه الحلقة حول عقارات الدولة المنهوبة من قبل الأحزاب السياسية والميليشيات المتنفذة داخل العراق وخارج العراق. في داخل العراق، إذا أخذنا تصريح للنائب ظافر العاني قبل يومين، قال، نشوف على الشاشة كما نشره على الفيسبوك، قال في زيارة لاجتماع اللجنة المالية ظهيرة اليوم أثناء مناقشة الميزانية، قال أكثر من يقرب بضياع 175 ألف عقار من عقارات الدولة من خلال تزوير الوثائق والمستمسكات لا سيما في الموصل والبصرة. يقول العبرة ليس في وضع ميزانية، وإنما في وضع ميزانية تصل إلى مستحقيها ولا تذهب لجيوب الحيتان. تخيلوا 175 ألف عقار، هاي مكتشفيها بالجديد الجماعة، يعني هاي مو القديمات، هاي بالجديد 175 ألف عقار تابعة للدولة، تابعة للدولة استولوا عليها الجماعة، ويقول أغلبها بالموصل والبصرة. زين، إذا هاي يعني هذا ما توصلت إليه اللجنة المالية خلال الأيام الماضية، زين قبل هشقد العدد اللي تم الاستيلاء عليه من العام 2003 ولغاية الآن، إذا هذه في الأيام الماضية تم كشف 175 ألف هذه أملاك الدولة، الجماعة المتنفذين الأحزاب السياسية مزورة الوثائق والمستمسكات ومحوليها بأساميهم، 175 ألف عقار من عقارات الدولة تم الاستيلاء عليها. وما خفي كان أعظم، ما خفي كان أعظم من هذا الرقم، قال أكثرهم بالموصل والبصرة، بالموصل بالبصرة. والجماعة كل يومية جاينا رئيس وزراء ومشكل مجلس الفساد ولجنة إصلاحية ووعود ما إلها أول ولا آخر وما إلها أي نتيجة. هذا في الداخل، هذه في الداخل. إحنا يعني طبعا موضوع الاستيلاء على عقارات الدولة موضوع طويل وكبير جدا، وهناك ملفات مخفية، بس احنا دا ناخذ نماذج قريبة، خلينا نقول نماذج قريبة من تصريحات مسؤولين وتصريحات نواب حول الاستيلاء على أملاك الدولة في الخارج وفي الداخل. في الداخل 175 ألف بالخارج بعد العام 2011 تشكلت لجنة برلمانية لحصر أملاك الدولة العراقية المجمدة بحسب قرارات مجلس الأمن في عام 1990 القاضي بتجميد أرصدة العراق في الخارج. هذه اللجنة اللي شكلت بال2011 تبين لها بأن قيمة الأموال النقدية يعني الكاش تبلغ 87 مليار دولار خارج العراق. وينهن 87 مليار هذا النقد الكاش، إضافة إلى مزارع الشاي ومزارع الروز في فيتنام والهند وسريلانكا. ويمتلك العراق أكثر من 36 ألف هكتار مخصصة للزراعة. طبعا يمتلك فنادق سياحية ومدن سياحية في إيطاليا وفي إسبانيا وفي فرنسا وفي البرازيل. هذه الأماكن السياحية مؤجرة بحسب تصريحات برلمانية، مؤجرة لغاية عام 2049، لكن العراق لا يستفيد من هذه الأملاك. يعني وين تروح هذه الواردات من العام 2003 ولغاية الآن؟ عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان قال بأن وزارة الخارجية الحالية في العراق لم تحرك ساكنا تجاه ثروة البلد المختفية، وحذر من ضياع ثروة تقدر بمليارات الدولارات
وأضاف بأنه لا توجد جدية لدى الوزارة لمتابعة الملف وحسمه، لافتا إلى أن تحرك الوزارة لا يرتقي لمستوى وأهمية الملف، وبين بأن العراق يمتلك عقارات وفنادق كما يمتلك مزارع شاي وأرز في فيتنام كما أشرنا وتايلند وسريلانكا، لا يزال ملفها معلق دون حسمه. وكشف في وقت سابق كما أشرنا بأن قيمة الأموال النقدية خارج العراق تبلغ 87 مليار دولار، هذا اللي توصلت للجنة. أما المخفي الله أعلم، ناهيك عن المزارع والفنادق والعقارات اللي تحدثنا عنها. خلونا نشوف تصريح أو جانب من تصريح النائب ثامر ذيبان، وهو تصريح سابق حول أموال وعقارات الدولة العراقية في الخارج. نشوف المقطع. سبق وأن أصدر مجلس الأمن القرار المرقم 660 و661 والقاضي بتجميد أرصدة العراق في الخارج. وبعد عام 2011 تشكلت هيئة برلمانية أو لجنة برلمانية لحصر الأموال العراقية في الخارج. تبين من خلال هذه اللجنة أن ما قيمته 87 مليار دولار قيمة هذه الأموال النقدية في خارج العراق. هذا من غير يعني مزارع التي تمتلكها الحكومة العراقية من مزارع الشاي والرز في فيتنام وتايلند وسريلانكا، كما يمتلك العراق عقارات سياحية ومزارع للبطاطا ومساحات تقدر بأكثر من 36 ألف هكتار، ويمتلك أيضا العراق فنادق سياحية ومدن سياحية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل، وأغلب هذه المناطق السياحية هي مؤجرة لغاية عام 2049. لكن حقيقة العراق لا يستفيد من هذه الإيرادات وهذه الأموال التي تم تأجير هذه الأماكن وهذه المناطق وهذه المنشآت. طبعا للنائب حديث، يعني يكمل الحديث ويتكلم عن صفقة سفن في إيطاليا ومشاريع أخرى، أملاك للعراق في نيجيريا في الصومال، عند مزارع أسماك في الصومال، عند مزارع أسماك في موريتانيا، عند حقل نفطي أو شركة لتصفية النفط في نيجيريا. هذا اللي توصلت له اللجنة. شوفوا هاي العقارات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسريلانكا والبرازيل والهند، أملاك كبيرة ونقد كبير. هذه الأموال وين صارت؟ إذا نتحدث عن الكاش 87 مليار، ما سمعنا فد يوم إنه وزارة المالية قالت يابا استعدنا هذه الأموال، أو شفنا مقطع فيديو على الشاشة تم استرجاع هذه الأموال ووضعها في البنك المركزي العراقي أو في خزينة الدولة. ما شفنا إنه وسائل الإعلام الحكومية اللي تابعة إلى الأحزاب راحت وصورت هذه الأملاك المنتشرة في أوروبا وغير أوروبا وصورتها وتم استرجاع هذه الأموال. ما شفنا مثل ما قال النائب ثامر بأنه مؤجرة لغاية العام 2049. يعني بالمناسبة أنه بالعام 1990 لما مجلس الأمن بحسب قراراته 660 و661 جمد أموال العراق وأملاك العراق في الخارج، يعني هذا المؤجر كان شركة أو دولة، هو الأموال كذلك وين تروح؟ تروح إلى مثلا البنك في ذلك البلد فيتم تجميدها. يعني إحنا عندنا 13 سنة لغاية غزو واحتلال العراق هناك أموال من هذه العقارات، إن كان مزارع أو فنادق أو مدن سياحية، وعندنا من العام 2003 ضيف لها النوبة 18 سنة، يعني شقد يصير 31 سنة تقريبا أكو إيجارات وأكو أموال للعراق. بعد العام 2003 الجماعة استولوا عليها، من ذولا تشير بعض التصريحات الرسمية بأنه الأحزاب النافذة بالعراق واللجنة النزاهة وغيرها ما يحشون بالضبط من اللي أخذ هذه الأموال. هي أموال العراق بالداخل وموثقة، ويتم إصدار مذكرة إلقاء قبض على وزير أو نائب أو فاسد، وست أشهر مثلا ينحكم عليه
بدون تنفيذ الست أشهر الحبس مالته يدفع له كم فلس، صارت الشغلة علني ويطلع من السجن. معنا اتصال أبو عبيدة من الموصل. أبو عبيدة، السؤال: من المسؤول عن ضياع كل هذه الأملاك؟ سؤال لك ولجميع المشاهدين، من المسؤول عن ضياع كل هذه الأملاك التابعة للدولة العراقية داخل وخارج البلاد؟ ولماذا الحكومات المتعاقبة لم تتخذ إجراء حقيقي وفعلي لإعادة هذه الأملاك إلى خزنة الدولة لو هي شريكة في هذه السرقات؟ تفضل أبو عبيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أستاذ عمر. الله يسلمك ويخليك. هذا موضوع شيق ومس البلد ومس الأهالي ومس الشعب كله بأكمله. هذه الأموال كلها إحنا لو ردنا نديرها بدماغنا كلها، هذه تبني دول مو تبني بلد بأكمله. نعم. ليش قليلة هاي الأحزاب اللي سعى تأخذ الفلوس تمتلكها من هالعقارات هاي قاعد تأخذها؟ وين من لقونهم قاع ولقونهم كذا وأراضي زراعية وأراضي مال ناس قاموا خصصوها كلها حطوها باسم العقارات. هنا أبسط دليل أنطيك إنه إحنا في محافظة نينوى، في محافظة نينوى بلدية أو عقارات الدولة قاموا يستملكون على أراضي سجلها باسم الأحزاب، وقاموا ينطون ويحطون كرفانات هذه للجمعيات هذه الكذا. يا أخي العزيز، هذه الأموال إحنا كنا نقدر نقرر دول بيها فلوس، مو إحنا سعد عن نسحب. أكو مثل عند العرب يقول الماء عنده دار كل المقدار. نعم. فإحنا إحنا هل الخيرات وإحنا هل البلد هذا العقارات ما لنا هذا تروح يمنى ويسرق ودع يأجرون ودع ينطون على الفنادق وغيرها وغيرها. زين هسه عندما يقول الأستاذ زين، بما أنه أنت من الموصل أبو عبيدة. نعم. 175 نعم. ألف 175 ألف عقار من أملاك الدولة تم الكشف عنها بأنها تم تزوير المستمسكات وإحالتها إلى أسماء أشخاص، مع العلم هي أملاك تابعة للدولة العراقية. أغلبها قال النائب ظافر العاني بالموصل والبصرة. أنت من الموصل، برأيك أو اللي شفته أو اللي سمعته، شنو الأملاك اللي تم الاستيلاء عليها، ومن هي الشخصيات أو من هي الأحزاب اللي استولت على هذه الأملاك؟ أستاذ العزيز. نعم. أستاذ عمر الله يرضى عنك. الله يسلمك. أكو هسه إحنا اللي صارت علينا بالجانب الأيمن بالدرجة الأولى. نعم. أكو مكانات أنه قامت تنحط عليها مثل الشمع، هذه ما حد يلعب بيها. قامت تجي أحزاب تضربها بشفلات، وهاي أنه هاي مناطق اليهود، هاي أنه هذه أكو مناطق قيعان فارغة زراعية تابعة للبلدية خذتها لهم. هين حكم سلطة الأحزاب. زين، هذا الأمام العين المجرد اللي دا يقول لك هالكذب العدد، فهي أكثر 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 من هذا العدد. نعم. يعني يا أخي العزيز، أكو موظفات من أساس أكثر من طاقة بعد المليار دريات، فكيف الفقير؟ من هي الجهات المسؤولة إذا بالموصل؟ الأحزاب. نعم. إحنا ما نقول إنه هذا نزلت اللوم كله على الحكومة لا حول ولا قوة. إذا رئيس الوزراء ما يقدر يحاسب لشخص، يحاسبهم من يعني يجون قوة من هنا. نعم. صعوبة السالة العزيز، صعوبة. ونفوض أمرنا الواحد أحد. نعم. والله المستعين. الله المستعان. أنا أشكرك أبو عبيدة من الموصل كان معنا. خلونا نعيد تصريح النائب ثامر ذيبان، طبعا هو تصريح سابق يعود إلى العام الماضي عام 2020، يتحدث فيه عن عقارات الدولة. ومثل ما أشرنا، إحنا ما أخذنا كل المقطع حتى ما يكون طويل، نأخذ اللي ركز عليه النائب وتحدث حول بعض من عقارات الدولة الضائعة في خارج العراق والتي هي عائدة إلى الدولة العراقية. نشوف المقطع مرة ثانية. سبق وأن أصدر مجلس الأمن القرار المرقم 660 و661، والقاضي بتجميد أرصدة العراق في الخارج. وبعد عام 2011 تشكلت هيئة برلمانية أو لجنة برلمانية لحصر الأموال العراقية في الخارج. تبين من خلال هذه اللجنة أن ما قيمته 87 مليار دولار قيمة هذه الأموال النقدية في خارج العراق. هذا من غير يعني مزارع التي تمتلكها الحكومة العراقية من مزارع الشاي والرز في فيتنام وتايلاند،
وسريلانكا، كما يمتلك العراق عقارات سياحية ومزارع للبطاطا ومساحات تقدر بأكثر من 36 ألف هكتار، ويمتلك أيضا العراق فنادق سياحية ومدن سياحية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل، وأغلب هذه المناطق السياحية هي مؤجرة لغاية عام 2049، لكن حقيقة العراق لا يستفيد من هذه الإيرادات وهذه الأموال التي تم تأجير هذه الأماكن وهذه المناطق وهذه المنشآت. هاي الأملاك وين تروح؟ إيرادات هذه الأملاك وين تروح؟ هي واحدة من الاثنين، لو الجماعة طبعا هذا اللي يتحدثون به هم نواب هناك، يعني رؤوس كبيرة سيطرت على عقارات وأموال الدولة في الخارج وتديرها بشكل مخفي بشكل سري، ما تروح فلوسها إلى خزينة الدولة، وأما أنه الجماعة يعني ما ماخذين أي إجراء، وزارة الخارجية هم يحملون وزارة الخارجية بعدم متابعة هذه الأموال، ولكن أغلب التصريحات وأغلب المؤشرات تدل على أن هناك حيتان فساد كبيرة لم يكفيها ما في داخل العراق، بل ذهبت إلى مخارج العراق حتى تسيطر على أملاك الدولة العراقية. يعني تسمع هذا الكلام صراحة كلام يقهر، يعني كلام يقهر. هذا البلد الغني في داخل في داخله وفي خارجه، ويمتلك كل هذه الإمكانيات، وشبابه ما لاقين وظيفة، والخريجين وحملة الشهادات العليا، واللي ما يعرف يقرأ ويكتب، واللي مزور صار نائب وصار وزير وصار مسؤول. كارثة كارثة. هذه الديمقراطية اللي جابت لنا إياها الولايات المتحدة الأمريكية، شون دمرت البلد، شون خلت وضع البلد إلى هذا الحال. يعني يا جماعة 87 مليار دولار نقد تم اكتشافها بالعام 2011 خارج العراق، ما ينعرف مصيرها وين. كل هذه الأملاك اللي متوزعة في فرنسا وفي إيطاليا وفي سريلانكا وفي البرازيل وفي إسبانيا، مدن سياحية متكاملة وفنادق، مزارع شاي في الهند ورز في الهند وسريلانكا وفيتنام وتايلند، حوالي 37 ألف هكتار. عاد هناك أملاك كثيرة ما تروح إلى خزينة الدولة. يعني السرقة اللي صارت بالعراق ما صاير على كل مر التاريخ، ماكو هيج طبقة تولت أمر بلاد إنه أفسدت في هذه البلاد مثل الطبقة السياسية بالعراق. وصلت الحالة بهم إلى أنه يستولون على كل شيء داخل وخارج العراق. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، فضل أبو عمر. حياك الله. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. وحيا الله قناة الرافدين، وتحياتي لمشاهدين قناة الرافدين الأعزاء. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. حياك الله، حيا الله. أستاذ عمر، بالنسبة لموضوع العقارات اللي داخل العراق أو خارج العراق، نعم. يعني العالم العالم وخاصة إحنا بالعراق نعرف أي حكومة وأي وزارة وأي رئيس جمهورية يكون يعني في خدمة الشعب. يعني نقدر نقول بأنه الحكومة اللي تحكم الشعب بها يعني بنى تحتية وزارات وما شابه، إذا كان في الدولة اللي عايش بها أو في الخارج ضمن الناس اللي عايشين بها بالخارج، فهاي العقارات اللي يعني تخدم المواطن اللي بنتها الحكومات السابقة، يعني الحكومات اللي تأتي من بعدها تطور هاي البنى التحتية والعقارات اللي هي خاص إنها هي مو صح إنه خاص بالدرجة الأولى، بس هي خاصة الشعب، يعني تطويرها بناها توسيعها خدمات تكون، فما ممكن يعني انه الالتعاب بها او البيعها او تحويلها الى غير استثمار، هذه ما ممكن يتحاسب بها الحكومه اللي في وقتها، يعني اذا كان بالعراق او في اي، فما هاي الامور ما صايره لا بالدول العالم لا دول العربيه ولا دول الغرب كلها، عندنا بالعراق تصير العجائب استاذ عمر. يعني ما ممكن انه الحكومه يعني تشوف هذا
هذا الامر والاحزاب الصوت اللي هم قاعدين يسوون. طيب وزاره الداخليه القضاه يعني ما ممكن سوى احد من عندهم سوى دعوه قضائيه بانه هاي البنايه راجعه للشعب وما بها اي تلاعب، ما بها اي يعني امر يجرأ يبيعها او نعم. يحولها الى استثمار او هاي. هذا يثبت يعني ان للعراقيين بانه يا شعب العراقي احنا هاي العقارات اذا كانت في بغداد واذا كانت باي دوله كانت يعني احنا ما لنا جايين لخدمتكم، احنا يعني بدنا نقول لا اكو تعيينات لكم، لا اكو وظائف ولا اكو اي شيء يخدمكم. هذه الامور اللي جعله في خدمه المواطن، لكن للاسف الحكومه سلطه الاحزاب تبين انه متى وحدتها للشعب العراقي. يعني المواطن من يطالب على فد تعيين او فد وظيفه يجب تكون بنايه تحتيه يعني متواصله بها لكي خدمه المواطن، لكن للاسف المواطن قاعد يطالب اي تعيين اي ماكو. يعني هذه فقدة الامور يعني دا ترجع البلد الى سنين، يعني دا ترجعه يعني كيف تقدر الحكومات الجايه راح تصير تبني هاي يعني العقارات اللي راح ممكن يهدوها يفلشوها ممكن يسووها استثمار ويجي يبيعوها لغيره، فالشخص راح يقول انا مشتريها وهاي عندي عقود وهاي مثبته دائرة العقار، فما ممكن الحكومه راح تقدر تحكم هذا الشخص لانه مشتريها وتوقيع من سلطه اي حكومه اللي هاي الحكومه اللي جايه تحكم بينا الاحزاب الفاسده. يعني احنا مصطفى الكاظمي يعني انه رئيس وزراء شوف هذه الامور يعني ما معقوله، وين حبك لعراقك؟ وين عراقيتك؟ وين الحب اللي جاي عليه خلوك بالسلطه؟ زين اتجاه متدفيعه يعني تبيعون العراق تبيعون شعبه وتكتلون شعبه. وصلت مرحله بانه استاذ عمر بانه المواطن العراقي اذا طلب وطن يريد الظاهر ما يعرفون هاي متى وصل لهم الفكره بيقتلون بالمواطن. انتم دمرتوني يعني وصلتونا اسفل السافلين، يعني بالعالم كله ماكو اي يعني دوله اي حكومه تبني وتعمر في سبيل لاجل شعبها. احنا للاسف تخريب وتهديم وقتل من اجل هم يعيشون ومن اجل جيوبهم الفاسده تمتلى ومن اجل مصارفهم اللي بالخارج ان يكون لها ارصده اكثر من اجل البنايات اللي قاعد يسووها. فالعراق مواطن العراق من المسؤول عن ضياع هذه الاموال ابو عمر برايك؟ من المسؤول؟ نعم استاذ عمر نعم من المسؤول عن ضياع هذه الاموال ونقلها من ملكيه الدوله الى ملكيه اشخاص؟ نتحدثنا في العقارات داخل العراق او خارج العراق؟ استاذ المسؤول الحكومات اللي حكمت اللي بالعراق خاصه، احنا ما عندنا حكومه يعني نقدر نقول نحاسب عليها. مصطفى الكاظمي واجهه للاحزاب، يعني الاحزاب اليوم عندنا بالعراق هي اللي مسيطره. يعني اذا كان اذا اي حزب يتصرف من بيع ايرادات الدوله او اي بنى تحتيه يبيعها الحزب الثاني لازم يحاسبه، القضاة موجودين يحاسبونه، وزارة الداخلية والمخابرات الاستخبارات كل هاي كل الجانب الأمنية يجب أن يحاسبون هذا الشيء ويوقفونه أتحده ويحولونه إلى قضاة وقانون. لكن للأسف القضاة اللي هو مسيس بأحزاب السلطة يعني ما قادرين يسوون أي شيء لهاي الحكومة وتلقى الأمور كل واحد يقول لك مو أنا السبب وواحد يدفع علاق والبلد تايه. يعني تايه يا أستاذ عمر يعني بيد هاي الأحزاب الفاسدة يا أستاذ عمر. إحنا يعني نسأل من الله تعالى نتخلص من هذه الحكومه لانه يجوز احنا باشر وقاعدين ببيوتنا هم يبيعوها. يعني وصلت الدرجه ان ذاله عندهم يعني للاسف استاذ عمر ما عندهم اي حب واي ولاء لهذا الوطن يثبت العراقيين هاي عمايلهم الشنيعه اللي هي مع الاسف جابت حكومه الاحتلال وامريكا. احنا نحاسب الامم المتحده على هيك حكومات خلت العراقيين تحكم
وان شاء الله مكان حكمهم هذا ان شاء الله يجي يوم اللي راح نخلص من عندهم ومن شرهم وعمايلهم اللي حكمتنا وعدت هذا الشعب المسكين. وإنا لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا ابو عمر من بغداد كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثوار النجف الأشرف الأبطال من مجسرات ثورة العشرين يساندون ثوار الكوت الأبطال، ونستنكر ونجين بشدة ما حدث بحق ثوار الكوت، علما أن هذه الأساليب القمعية ما هي إلا دفعة معنوية تزيدنا أصرار وعزيمة، وفي التظاهر والمطالبة بحق الشعب العراقي المظلوم، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اخي عمر احنا ما عندنا دوله خصوصيه. ما عندهم انتماء للعراق، واصلا هم مو عراقيين. يعني هسه لما يجون يقول يعني ياخذون الاراضي وال ومال الغير، يعني هذول ستوا بينهم لصوصيه وما ينتمون للعراق ولا عمرهم ينتمون للعراق، ويقول لك تعال انتخبنا. شنو استوى هم للعراق؟ على مود شنو يعني ينتخبوهم؟ اشو الصحه تعبانه، الزراعه تعبانه، الصناعه تعبانه، يعني الحكومه يعني شلون تقول عليها يعني ناس ما ينتمون للعراق. وشيء ثاني الضرائب دي اللي سووها على الناس خصوصا يعني بشكل لا يصدق. شلون يطلعون الميزانيه من الشعب؟ يعني يجردون حتى من ملابسهم. نعم. فهو بس هاي هي هاي قتل الناس، المخيمات الناس اللي بالبرد، بس احنا ببيوت قاعدين وميتين من البرد. يعني حتى مذله ومهانه للعراقيين يعني ما تحتمل. ولذلك هم هذول لصوصيه. يعني لا ينتمون للعراق، هذا مصطفى الكاظمي وغيره، هذول ما انتخبهم الشعب، هم انتخبوهم، يعني يضحكون على الشعب، ولذلك ما البلد ما يستقر، يعني طالما هم هنا على صفه الحكم ما يستقر العراق، ولذلك كل السكوت بتشوف اكو ناس مرتاحه، راضيه بالشيء هذا، ليش انا دائما اقول العراق مو واحد؟ لان بي ناس دخلاء جو العراق حكموا العراق فيبروا زين هم تجي لك على اموال العراقيه يعني تجي لك الحكومه الزراعه موتوها يعني الزراعه نعم تجي لك يعني الحكومه ابو حسن اذا تسمعني ابو حسن تسمعني ابو حسن يعني انا شفتها بال ابو الحسن هم الامريكان هم وياهم بيحرقون العقول ولذلك البلد ما يعني ما اعرف ما تصير له تاره تسمعني ابو حسن الشعب كله في واحد يقول لك تعال انتخبنا، على من انتخبهم؟ نعم. تسمعني ابو الحسن؟ فلازم البشر ابو حسن كرامتهم ترجع لهم يتحدون، ما يتحدون هاي انتهاكية. هم هذول يعني متآمرين على الشعب ومؤامرة من زمان يعني من قبل الثمانينات نعم هم متآمرين على الشعب، ولذلك الشعب يعني ما اعرف لا حول ولا قوه، ما ادري هو راضي بالمذله والمهانه. يعني اللي ينادي بحقه يقتلوه، الناشط يقتلوه، اللي يقول اريد وظيفه يهينوه ويضربوه، ويقول لك تعال انتخبني، على من انتخبوه يا ابو علي؟ من على المذله والمهانه والجوع والحرمان؟ طفله ذاك اليوم ابوها مسجون على احدى القنوات يقول اريد بابا بيتنا مفلش ويذب يعني يذب علينا مي. نعم يعني اي رجال اي انسان يتقبل هالشيء هذا ويتحمل الكلام هذا؟ فهم لا عراقيين ولا ينتمون للعراق ولا لهم خاصيه بالعراق نهائيا. ونقول بس بس التفاتنا لرب العالمين، غيرها ما حد ياخذنا. نعم التفاتنا ووقفتنا لاجل بلدنا هو هذا اللي خلصنا. أنا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. رساله على الواتساب يقول فيها هو اشو العراق اخذوه فلاحه ملاشه هي بقت على هاي. طبعا موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني قال بان هيئه النزاهه في العراق وجهت تهمه الفساد
إلى 63 وزيرا خلال عام 2020 دون الإفصاح عن أسمائهم. وأضاف الموقع بأن العدد الكبير من الوزراء المتورطين في تهم الفساد يرسخ حقيقة فشل العملية السياسية المبنية على المحاصصة، وهو الأمر الذي جعل العراق من بين أكثر الدول فسادا في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية. لفت ميدل إيست مونيتور إلى أن العراقيين ينتظرون خطوات جادة نحو محاكمة رؤوس الفساد الذين لطالما أهدروا المال العراقي منذ العام 2003. هذا وكانت هيئة النزاهة قد كشفت عن صدور 82 أمر استقدام بحق وزراء ومسؤولين كبار للتحقيق معهم في قضايا متعلقة باتهامات بالفساد المالي. يعني هذا موضوع الفساد ومحاسبة الفاسدين، من يحاسب من؟ هل يحاسب الفاسد الفاسد الآخر؟ ما هي المنظومة كلها أصبحت فاسدة مع الأسف. طبعا ضمن تصريحات التسويق الانتخابي النائب باسم خشان قال بأن إجراءات وقرارات مكافحة الفساد تطبق على الأشخاص الذين يخرجون من الأحزاب ويبتعدون عنها، وبأن الشخصيات ضمن الأحزاب لا تمسهم الإجراءات ولا يكشف عن فسادهم. أضاف بأن إجراءات وتحقيقات الفساد تجري مع بعض الشخصيات التي تخرج من أحزابها بعد خلاف بينها وبين الحزب الذي خرج منه، وبالتالي فإن الملفات تظهر عليه وتنكشف حقيقتها، في حين لا يوجد أي مساس بالشخصيات التي تبقى ضمن عباءة الأحزاب رغم الفساد الكبير الذي يمارسوه. وتابع خشان بأن الفساد لم يتطرق له أحد على الرغم من الحديث الإعلامي عنه، إلا أنه لا يوجد شيء حقيقي على أرض الواقع على حد تعبيره، بس تصريحات. معنا اتصال شاكر من بغداد، تفضل شاكر. شاكر السلام عليكم، هلا وعيني، شلونك؟ يسلمك ويبارك بعمرك استاذ عمر، تحياتي. احنا نتحدث بهذه الحلقه حول الاستيلاء على عقارات الدوله داخل العراق وخارج العراق. اكو تصريحات للنواب مكتشفين الجماعه في الفتره الاخيره انه هناك 175 الف عقار تابع للدوله العراقيه تم الاستيلاء عليه من قبل احزاب وشخصيات من خلال تزوير مستمسكات ونقل الملكية من ملكية الدولة العراقية إلى ملكية أشخاص. أضف إلى ذلك أموال وأملاك العراق في الخارج هم ضايعة. رأيك؟ والله يا أستاذ عمر، أنا رأيي هاي العقارات أنا سمعت بيها يعني، وتمنيت هذا البرنامج يكون يعني من قديم، يعني من قبل 3 سنين أو 4 سنين. لا، إحنا دائما نتحدث على هذا الموضوع، كل ما استجد شيء نتحدث عن هذا الموضوع صراحة، لكن هناك تصريحات وأرقام جديدة أثرنا الموضوع مرة أخرى. نعم أخي. نعم أستاذ عمر، هذا الموضوع أنا سمعته قبل تقريبا 2 أو 3 سنين. هذا الموضوع مع العقارات اللي خارج العراق، اللي في فيتنام واللي في سلنجا وأستراليا، وأكو عقارات في فرنسا وبريطانيا وبعد بعض الدول والبرازيل. أستاذ عمر، هذا الموضوع مع العقارات هذا كانت من كان قاسم سليماني، من كان او اول ما بدا بالعراق وبدا يتحكم بالاحكام الاحزاب بالعراق، تابعه وتحكم العراق وتحكم الموارد العراقيه والعقارات العراقيه اللي داخل العراق وخارج العراق. نعم. 87 مليار دولار استاذ عمر، يعني هي من يعني من تهربت وين راح هذا الكاش النقد؟ لا هذا مو متهرب، هاي املاك الدوله العراقيه. تدري انت بال 1990 المجلس الأمن جمد أموال وأملاك العراق في الخارج. نعم. 31 سنة. نعم. 31 سنة. ها مو المهربة، المهربة الله أعلم، المبالغ كبيرة جدا. هاي اللي كانت موجودة بالبنوك. نعم. هي معروفة أستاذ عمر. أما ذني السبعة ذني العقارات أستاذ عمر، إحنا كم حزب عندنا بالعراق؟ إذا نريد نجهن على 45 حزب او 40 حزب، هم كل حزب تجي مليارين. اما اذا هي فوق ال 100 حزب استاذ عمر، كل من يجر لنفسه. زين المالكي بزمان لما كان رئيس دوله وكان رئيس وزراء مرحلتين،
بس الموازنه مالته اللي تابعه الفلوس اللي له تبنى سبع دول ما ادري ايش قد. زين هاي من 2003 من التسعينات عفوا لحد الان 31 سنه، وين راحت فلوس العراق استاذ عمر؟ نعم. يعني هاي العقارات تبنى مو عراق تبنى جنه الفردوس اللي عند الله عز وجل، هاي العقارات تبناها. لا يجوز ما تقول لك يعني تبنى ضرب المثل في هذا فقط. الموقع نعم. لكن تبنى دول وتبنى بلدان وتبنى يعني تخلى العراق يعني نعم اخي شاكر يعني يشهد للتاريخ. نعم انا اشكرك شاكر من بغداد كان معنا. طبعا استمرارا لمسلسل الوعود الحكومية قبيل الانتخابات، رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي أعلن عن تشكيل لجنة الإصلاح، صح النوم يا معود، تكون برئاسته وعضوية عدد من الوزراء في خطوة وصفها مراقبون بأنها استنساخ لتجارب الحكومات السابقة فيما يدعوه محاربة الفساد. سوى مجلس الفساد مال عادل عبد المهدي لو بأيام العبادة أيام الفضائيين، كل شيء ما صار على أرض الواقع. معنا اتصال ابو راشد من عمان، تفضل ابو راشد. تحية لك اخ عمر. حياك الله يا اهلا بك. اهلا وسهلا بك. طبعا موضوع الحلقه يتطرق الى 170 الف عقار وهمي هذه انها املاك الحكومه، فهذه نقطه في بحر طال عمرك. لا ليس وهمي، ليس وهمي ابو. نعم؟ ليس وهمي، 175 الف عقار داخل العراق تم الاستيلاء عليه، هو تابع للدولة العراقية، الجماعة الأحزاب المتنفذين استولوا عليه وليس وهمي. نعم لا مو قصة وهمي، أقول لك أنا أقول لك هذا نقطة في بحر. نعم. أنا راح أشرح لك أكثر. نعم. في مجال يعني دقيقتين راح أوضح لك أكثر من هذا الشيء. طال عمرك سبب الاحتلال الأمريكي 2003 طال عمرك كان في البنك المركزي 60 مليار تقريبا من غير سرائك الذهب، هذه اختلال بلاغه. ثانيا تحت الشليل هذه مع هو يباع 3 مليون ونصف يوميا برميل خارج نطاق أوبك، هذه حق الولايات المتحدة الأمريكية غير صفقات حق إيران فيها البترول اللي مهرب عن طريق الميليشيات اللي هو مختز الصدر والحكيم طال عمرك. نعم. هذه لهم سجلات موثوقة ومتروسة. طبعا في صندوق سيادي يمكن ما عندك معلومة عنه، في صندوق سيادي. نعم معروف حق العراق. ألو. نعم معروف الصندوق السيادي. نعم زين، في صندوق سيادي كان في الاتحاد السوفيتي السابق اللي ما عاد روسيا ما يسمى روسيا الآن، كان في علاقة تجارية بين العراق والاتحاد السوفيتي أما اختفى، وأنا أعرف المبلغ بالضبط بالملي بالدولار بالسنت، وشكرا يعطيك العافية. أبو راشد من عمان كان معنا. صباح من بغداد. أخي صباح، من برأيك من يقف وراء استيلاء الاستيلاء على عقارات الدولة في خارج العراق وفي داخل العراق؟ طبعا المافيا الحكومية من أحزاب وقيادات الحشد وقيادات الأحزاب الموجودة اللي حاكمة من 2003 ولحد الآن هي المسؤولة على هذا الملف، ملف عقارات الدولة. كل وزارات العراق احنا نعرف كل وزارة بزمن صدام بالتسعينات وبالثمانينات وبالسبعينات كل الوزارات عندها أملاك، ماكو وزارة ما عندها أملاك من أراضي زراعية من محلات من بيوت من كل شيء استثمارات للدولة. فهذني كلهن استحوذ عليهن بطريقة خبيثة منه الأحزاب، قادة الأحزاب والمتنفذين بهم مع الوزراء نفسهم. يعني تعرف أنت هذا ملك للوزارة. نعم. من مستحيل تجي حزب يأخذه هيك عنوة، لكن بطريقة ما يعني طريقة السرقة والفساد يسوون مزايدات عليهم. وأعطيك هسه دليل، بغداد عندنا مثلا مول المنصور، مول المنصور وصفة مول للدولة كان يسمونه 28 نيسان وغيرها. هاي الأراضي مالتهم الفانوس السحري كلها صارت عليها مزادات سرية بين الأحزاب والوزارة نفسها. فصارت مزادات عليها، أخذهم الأراضي وقام يبنون مولات المن إلهم غسيل أموال، وكل العراق سووه على نفس الشاكلة هاي، كل أملاك الدولة أخذوها، قصر السجود وقصر العابد، وباعوها السفارة الأمريكية في سبيل الصير أكبر سفارة بالشرق الأوسط، ومكانها وين؟ في قلب بغداد. مواقع 130 يعني بذاك الصوب على على على
وراء جسر المعلق، هواي أملاك تم استحواذها بالحرسات وغيرها ومكانات حساسة في بغداد، تم أخذ كل الأملاك اللي تابعة للوزارة وباتفاق مع الوزير اللي كان، وصارت مزايدة مع الناس ما عندهم ضمير، ومباعت مبالغ، يعني مبالغ مع الأسف. المتر بالجادرية أخذ عمار الحكيم وغيرها، استحوذهم عليهم 100 دينار وبألف دينار المتر، مناطق راقية جدا ما يتقيم بثمن. الأحزاب أولا هم قادة الأحزاب هسه وقادة الميليشيات والوزراء اللي صاروا، وحتى وكلاء الوزراء أغلبيتهم متهمين بهذا الملف. هاي سرقة أملاك الدولة، يعني مزايدة مزيفة، ويدخل عليها قائد حزب، وأي مواطن عادي يريد يدخل يزايد وياهم لو يقتلون يهددون ما يخلون، فأملاك الدولة كلها. وملف ثاني ملف أكو أراضي للدولة، أراضي زراعية بالمحافظات، أراضي يعني أملاك الدولة هاي. مثلا هسه إذا تطلع من بغداد لما تصل عمان أو تصل الحد السوري، كل هاي الأراضي الزراعية الموجودة على اليمين وعلى الصحراء الأنبار، يعني هاي كلها تم توزيعها من قبل، يعني مو بالكل، مجلس محافظة الأنبار ومجلس محافظة صلاح الدين وديالة والنجف والبصرة، وكلها تم توزيعها بين أعضاء مجلس المحافظات والمحافظين، يعني الكل مشترك بهذا الملف وهذا الفساد، يعني كلهم سرقم. يعني هي أملاك دولة المفروض غير يستغلوها، يستغلون هاي العائدات اللي تيجي، الواردات تيجي من عندهم، يستغلوها استغلال صحيح لليتامى للناس اللي ما عندهم، وتساعدهم بالأزمة الاقتصادية المفروضة هسه على العراقيين والواقع براس الفقير فقط. أخي صباح، الطرف الدولي اللي كان مجمد هذه الأموال متمثل بمجلس الأمن طبعا على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، إذا نتحدث عن الأموال في الخارج أو الأملاك هو اللي كان مجمدهم سيطر عليها، زين، هو غير يسلمها إلى الدولة، إلى الدولة العراقية، مو إلى الشخصيات، إلى الدولة العراقية، ليش قبل جمدها؟ وها معروف طبعا أكو عقوبات دولية صارت على النظام السابق وراح في وقتها، وبعد العام 2003 بدأت العقوبات شوية شوية تنزل، الما بعد العام 2007 وبعد عام 2011 اللي تم تشكيل هذه اللجنة البرلمانية، واكتشفت وجود أملاك كبيرة في دول العالم وأموال طائلة. ألا يعد مجلس الأمن أو هذه الشخصيات أو الطرف الدولي شريك في ضياع هذه الأموال؟ بالطبع المجلس الأمن الدولي مشترك بهذا الموضوع، لأن احنا صار عليه، يعني شلون ماكو إعلام على المبلغ، يعني بالإعلام العراقي أو الإعلام العربي أو الإعلام الدولي صرحوا بهذا المبلغ. هاي أول مرة احنا حقيقة نسمع بأن أكو أموال مجمدة، نعرف أكو أموال بس قيمتها شقد ما نعرف، منو استلمها؟ يا حكومة استلمتها؟ المفروض هم كلجنة دولية تقول سلمنا لفلان رئيس وزراء في سبيل نعرف بيا فترة، يعني هذا هي هم مشتركة بهاي السرقات وهذا الفساد، أو ساعدت الفاسدين بالسرقة أكثر وأكثر. وهاي الأملاك الشعب العراقي ما يعرف لا مساحاتها ولا مواقعها، يعرف أكو أملاك هيك وهيك، لكن قيمتها الحقيقية ما حد يعرفها، منو اللي أخذها؟ أخذوها كلهم ناس متسلطين بالدولة، وتم تغيير الاسم، يعني اشتروها من الدولة، والفلوس ما تحولت نقد إلى وزارة المالية أو الحكومة العراقية، هم تعتبر غسيل أموال لهم، يعني يروح يحول الملك هناك في بالخارج، وتسديد ماكو، يعني هم فاسدين وتقاسموها كلها، شلون من يقولون كعكة ويتقاسموها؟ فالأملاك الموجودة للدولة العراقية في خارج العراق تم الاستحواذ عليها. نعم أخي الصباح، أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. طبعا بالمناسبة يعني الأمين العام السابق كوفي عنان ابنه كان متورط كذلك بصفقة فساد كبيرة من خلال برنامج الغذاء والدواء مقابل النفط. فهذا الطرف الدولي إن كان الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي يعني متسبب رئيسي بمأساة العراقيين كان قبل العام 2003 أو بعد العام 2003، وكذلك يعني يتستر على فساد الطبقة السياسية في العراق. ننهي البرنامج بتصريح الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة موسى فرج، حيث قال بأن إرساء الأسس لاستشراء الفساد كان في زمن حكومة نوري المالكي، لأنه قوض استقلال هيئة النزاهة وفرض هيمنته عليها، وأضاف
بأنه وصل إلى الهيئة خلال عام 2020 أكثر من 28 ألف بلاغ وإخبار عن قضايا فساد، وتابع فرج بأن الحكومة لا تقوم بواجباتها وأن الكتل السياسية وطبيعة النظام السياسي هي التي أوجدت المحاصصة والفساد والهدر. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ضياع عقارات الدولة خارج وداخل العراق واستحواذ الأحزاب والحيتان حيتان الفساد على هذه العقارات وأموال وأملاك الدولة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.